كاسة شاي تاني يا عبادة. ام عبادة رقم عبادة. حبيبي قرب مع تحية دي جي جاد للمناسبات الطيبة. رقم عبادة شوف شو مسك لما بتود الحقيرة. مين هالرقم هيك؟ غريب، انا ما عندي اول مرة بيتصل. الو ابو عبادة، ابنك هرب اليوم من المدرسة يا استاذ، مشان يكون بعلمك بس. شو؟ انا مفرجي لها الحقير. اوه على هالتربة. انا مفرجي لها الحقير. تمام، انا مفرجيك الحقير يا عبادة. اديله على ذيك، اديله. ولي ابوي وين مكسر؟ ارد لها ارد رد النهار. الو انت وينك يا تيس؟ هلا هي اللحظة انصرفت الساعة، جاي على الطريق. شوف الحقير كيف بيكذب علي. ماشي ليك ولك، قدامك دقيقتين، دقيقتين مو ثلاثة، بدك تكون خلقان قدامي، فهمان؟ ليش؟ في شي يعني؟ ولك انت بس بعدني، عبالك دقيقتين بس تكون قدامي. قولي شكلي رح اكرك هادي فريرة. قولي بابا يا حبيب قلبي، كل هاد مشتاق لي والله، القلب على القلب. اليوم حضرت دوامك بالمدرسة انت؟ طبعا بابا، طبعا كنت بالمدرسة، بس هربت من مدرسة الحصة الرابعة. ايوه يعني هربان من المدرسة وعم بتكذب كمان؟ لا هي اول مرة بهرب، والله اول مرة بهرب. هي صدقني انا صار لازم اعرف كل شي مخبي علي، كل شي. شو بدك تعمل؟ لا تخاف لا تخاف، ما رح اعمل معك شيء. طالما بدك تعمل شيء ليش عم تقرب لك؟ انت ليش خايف؟ كش عم تصير هون؟ بابا شو بدك تعمل؟ هلا رح اعرف اذا عم تكذب علي ولا لا، كله رح يبين هون. كيف يعني؟ ما فهمت عليك، ايش رح تعمل؟ اللابتوب اللي قدامك خلص شغلت عليه نظام كشف الكذب، يعني صار فيك تعتبره أداة لكشف الكذب. شو؟ كشف الكذب؟ ولي أكلناك نادر. جاوبني بسرعة، أنت كم مرة هربت من المدرسة؟ قلت لك بابا هي أول مرة بهرب من المدرسة، أول مرة. أنا كذاب يا حقير. خلاص خلاص بحكي بحكي بحكي، أنا كل يوم بهرب من المدرسة. السؤال اللي بعده، انت عم تدخن شيء؟ عم بتروح تشتري باكيت دخان شيء؟ مستحيل مستحيل، بعمري ما حطيتها بتمويل. حيوان حيوان. راح احكي راح احكي راح احكي خلاص، انا بدخن ايه بس افخر انواع الدخان، يعني اغلى باكيت. السؤال اللي بعده، عم تاخذ مصاري شي مني بدون ما تقول لي؟ اوه خير الله. ها يا عيني عليك، انا بحبها الصراحه بحبها. مو جاوبتك صح علي. اللي بعده، عم تحكي مع بنات شي؟ انو بعمري
بعمري ما حكيت مع بنت انا. احكي الصراحة، بتحكي مع بنات شي؟ لا لا لا، قلت لك لا لا يعني لا. خلاص خلاص خلاص. عبير وغدير وفاتي وميرفت وهناء وسناء وصباح ورضا، الله يوفقك الله يوفقك كل هدول، وضحى وغدير وسارة ومرام ولالا وفادي وضحى، هدولني هدولني بس يعني. قولك انا بعمري كلياته ما حكيت غير مع امه. سادة بابا انا بعرف. منروح السؤال اللي بعده. جاوب لك، مين بتحب اكثر انا ولا اما؟ اكيد انت، اكيد انت، ما في شك بذلك. يعني امي بعدين انت؟ اليوم اللي ارتح سودا، اليوم ما راح تضل عايش، بدك تودع شبابك، بدي اطحنك طحن. والله حرام ان يصير فيني هيك. بسيطة، انا برد لك اياها. لحظة، هو لما قال لي انا بعمري ما حكيت مع حدا غير امك، ليش طلع غلط؟ قولك انا بعمري كلياته ما حكيت غير مع امك. بس خطرت عبالي فكرة جهنمية. امي شو بدك لسا يا كذاب يا حقير يا منافق؟ انا ما عاد صدقك بنوب، انكشفت حريتك، جهاز كشف الكذب كشفك كل شيء يا كذاب يا منافق يا زبالة. ايه شو علي؟ ماشي اصلا حق عليك، انت جاي اقول لك انه ابوي عبخوني. شو عم تحكي انت؟ واذا بدك تتأكد انت روحي جربي على جهاز كشف الكذب. لك صح، انا لازم اجرب الجهاز عليه، شلون فاتتني هاي؟ متفاجئ مو؟ انا هلا بدي اعرف كل شيء، بدي اعرف اذا عم تكذب علي ولا لا. لك ام عبادة انت بتعرفيني انا ما بكذب عليكي، فكيني وحاج وزني بقى. ببلش بالسؤال الاول، الجهاز شغال، جاوب بسرعه، كم مره خنتني انت؟ مستحيل ولا مره. اكيد هذا الجهاز مخربط، اكيد. عم بقلك قولي كم مرة خنتني. خلاص رح قلك حياة وبعرفك بتسامحيني، هي مرة واحدة بس. قصدي مرتين. قصدي تتمرد بس. قولي كذاب بسيطة جاوبني لأشوف، انت بتحبني ولا لا؟ طبعا بحبك ام عبادة، ايش السؤال هذا؟ ولك شبه هذا علاقة؟ ليه بدك سودة؟ الله يعينك مني. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. سجل يا تاريخ 15/1/2023، قامت امرأة بقتل زوجها. ليش؟ لأنه حيوان منافق وكذاب.
Let's go.